ومن أشعل فتيل هذه المباراة هو ناصر الشمراني في الدقيقة 25، مرة خلف الدفاع سلاهم وسقوط وقرار وركلة جزاء احتسبها مع بطاقة صفراء على سامي الخيبري أو على سايدو يحيى. البولندي بافل يحتسب ركلة جزاء في الجولة 16. بوديسكو سجل الثالث للشباب، هدف ثالث شبابي. اليوث يفرحون في معقلهم في دارهم أمام جماهيرهم بالثالث، يضمنون بنسبة كبيرة النقاط الثلاث وينهون أي مفاجأة ربما تحدث مع مستقبل المباراة للفيحة، إلا إذا كان هناك مفاجأة، إذا كان هناك واحدة من الدروس في عالم كرة القدم يقدمها لنا الفيحة في هذه المباراة ربما. لكن بوديسكو سجلها بهذه الطريقة قوية، أرسلها هدفا ثالثا شبابيا. 3-1 هذه النتيجة التي تكررت مرتين، وإن انتهت هذه المباراة بنفس النتيجة ستتكرر للمرة الثالثة.